أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع هذا التسجيل الجديد والذي سيكون حول حل تمارين درس الأعداد 2 صفحة 35 من كتاب التلميذ الخامسة ابتدائي. إذن نبدأ مع هذه التمارين. بالنسبة للتمرين الأول يقول: احصر الأعداد الآتية بين عددين عشراتهما متتالية. إذن الأعداد الآتية سوف نحصرها بين عددين عشراتهما متتالية. إذن العدد الأول وهو 6548. إذن عندي 4 عشرات و8 هي العشرة الخامسة التي لم تكتمل بعد. إذن إذا نزعت هذه العشرة التي لم تكتمل بعد سيكون العدد 6548. ما هي العشرة بعد العشرة الرابعة؟ ما هي العشرة بعدها؟ أكيد هي العشرة الخامسة. إذن 6548 أكبر العشرة التي تليها هي 6505. إذن هنا 4 عشرات وهنا 5 عشرات، وهنا هذه الثمانية هي التي تصنع العشرة الموالية. العدد الثاني وهو 10151. إذن 10151 الذي يهمنا في هذا العدد هو 51، فإن هذا الواحد هو الذي يصنع العشرة التالية. إذن فعندي 5 عشرات، الواحد هو الذي يصنع هذه العشرة، أزيله فيصبح عندي 50. العشرة، إذن 5 عشرات، العشرة السادسة ستكون أكيد 60. إذن مع العدد الأخير وهو 204961. إذن هنا 6 عشرات وهذا الواحد هو الذي يصنع العشرة السابعة. إذن إذا نزعناه تصبح عندي 6 عشرات. ماذا يليها؟ يليها 7 عشرات وهي 70. بالنسبة للسؤال الثاني يقول: احصر الأعداد الآتية بين عددين مئاتهما متتالية. إذن العدد الأول 37400، إذن الذي هم له هو المئات 400، إذن 420. إذن سوف نحصره بين مئتين متتاليتين. إذن هنا عندي 420، إذن هذه العشرون هي التي تصنع المئة الخامسة، إذن أزيلها فيصبح عندي 400. إذن 37400 بعد أن أزلت العشرين. إذن هنا عندي 400، والمئة التي تليها هي 500. التمرين الآخر وهو: إذن 135504. إذن هنا عندي 14 هنا عندي 540، هذه 40 هي التي تصنع المئة السادسة، إذن أزيلها فيصبح عندي 500. ماذا يليها 500؟ يليها 600. والعدد الأخير هو 206310. إذن 300، المئة الرابعة يصنعها العدد 10، أزيله فيصبح عندي 300. ماذا يأتي بعد 300؟ تأتي المئة الرابعة، إذن 260400. بالنسبة للتمرين الآخر أكمل ما يلي. إذن عندي مجموعة أعداد، العدد الذي يلي ويسبق مباشرة، العدد الذي يسبق عفوا مباشرة ورقم أحاده الصفر. إذن العدد هنا مثلا 6248، ما هو العدد الذي يسبقه ولكن يكون رقم أحاده 8 وهكذا ما بقية الأعداد. إذن العدد الذي يسبق 6248 ورقم أحاده صفر هو 6240، لأننا إذا نزعنا إذا رجعنا 8 7 6 5 4 3 2 1 صفر تكون 40. العدد الذي يليه 48 90 50، 48 49 50. العدد الآخر إذن هنا عندي 7 7 8، إذا نزعت 7 سيصبح عندي 80، وإذا أتممت الأعداد سيصبح عندي 90. أيضا هنا إذا نزعت 2 يصبح عندي 80، وإذا أتممت الأعداد 82 83 84 إذا إلى غاية 90 أو إلى غاية 90. ثم العدد هذا أيضا 65 دائما مع
هذه الأعداد. إذا 65، إذا أنقصت الخمسة سيصبح عندي 60، وإذا أتممت العدد سيصبح عندي 70. إذا مع التمرين الآخر أكمل ما يلي بالرمز المناسب. إذا عندي مجموعة أعداد وسوف أضع أكبر وأصغر. الملاحظة حتى نقيس أو حتى نقارن بين العددين، أي عددين، لا بد أولا أن نحسب الأرقام. فإذا رأينا أن هذا العدد مثلا أرقامه أكثر من هذا العدد، نحسب هذا العدد. إذن 1 2 3 4 5، أو هنا 1 2 3 4 5 6. إذن مباشرة دون أن أقرأ هذا العدد، فإن هذا العدد أكبر من هذا العدد. لماذا؟ لأنه كلما زادت أرقام العدد كلما زادت وحداته الكبيرة. إذن هذا طبعا، إذا بما أن هذا العدد أرقامه أكثر من هذا العدد، فإنه أكبر من هذا العدد. ملاحظة، إذا تساوى العددان في عدد الأرقام فإننا ننظر إلى الوحدة الأكبر. إذا وجدنا الوحدة الأكبر أكبر من العدد الآخر، فإن العدد الأول أكبر من الثاني. لاحظ مثلا، إذا هنا عندي 4 أعداد وهنا عندي أكثر من 4، وبالتالي هذا العدد أكبر من العدد هذا. هنا نعد الأعداد، إذا 1 2 3 4 5 6 7، نعد هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا هذا العدد أكبر من الآخر. السؤال الآخر، رتب هذه الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. إذا انتبه، من الأصغر إلى الأكبر. إذا نختار أصغر عدد ثم العدد الذي يليه، نرتب هكذا من الأصغر إلى الأكبر حتى نصل إلى أكبر عدد. إذا أشكركم على حسن المتابعة، وأدعوكم للاشتراك في القناة إذا كنتم لم تشتركوا بعد، والإعجاب بهذه التسجيلات ونشرها. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.